عام كامل منذ توقيع ما اصطلح على تسميته بتفاهمات ستوكهولم بين الحكومة وميليشيا الحوثي برعاية الأمم المتحدة، إلا أن شيئا من تلك التفاهمات لم يتحقق فعليا، وهو ما يعيدنا إلى نقطة البداية مع التساؤل الكبير: هل يمكن التوصل إلى تفاهمات للسلام مع جماعة الحوثي؟ أهلا بكم. مؤخرا وبفعل ما يعتبر انكشافا لأهداف دول التحالف يعني السعودية والإمارات، تصاعدت أصوات تطالب بحوار داخلي بين الأطراف اليمنية بما فيها الحوثي للوصول إلى صيغة وطنية توقف الحرب وتمنع تفكك البلد. يقوم هذا الطرح على أساس فكرة إن الحرب طالت بفعل التدخلات الخارجية وأصبحت تكلفتها أخطر من تكلفة أي شكل من أشكال السلام مهما كان هشا. وبما أنه لا بد من الحوار بين أطراف الحرب في نهاية المطاف، فسيكون من الأفضل أن يبدأ هذا الحوار الآن. على الطرف الآخر يقف فريق يرى أن السلام مع ميليشيا الحوثي غير ممكن بأي صيغة من تلك الصيغ التي تطرح الآن، فبرأيهم إن الجماعة التي ترى السلطة حقا مطلقا محصورا في الفئة التي تمثلها لا يمكن لها التنازل عن أهم مطلب يمكن أن يفضي له أي اتفاق، وهو الشراكة الوطنية. وإذا ما تجاوزت باقي القوى هذا المطلب، فإن الاتفاق الناتج لن يكون سوى قبول بالإمامة الجديدة بنسختها الحوثية. يرى هؤلاء أيضا في اتفاق السويد نموذجا بالغ الدلالة عن ماهية السلام الذي يمكن التوصل إليه مع جماعة الحوثي، من حيث أن تلك الصيغة التي تؤمن أو تؤمن للميليشيا السلطة والسيطرة وما عداه لا يمكن القبول به من الجماعة، فهل هذا هو السلام المطلوب؟ للنقاش سيكون معنا من تعز أستاذ العلوم السياسية دكتور فيصل الحذيفي، ومن فيينا الناشطة السياسية سمية الثور. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأبدأ معكما بالسؤال المشترك. أبدأ معك دكتور فيصل، مؤخرا توالت الدعوات لضرورة فتح حوار مع جماعة الحوثي، بتقديرك هل يمكن التوصل إلى اتفاق سلام مع الحوثيين؟ أسعد الله مساءكم بالخير والجمهور الكريم والضيفة الكريمة في الطرف الآخر من فيينا. الحقيقة الحوثيون ينادون بالسلام ولكن وفق شروطهم، يريدون سلاما بشرط أن يكونوا هم الحكام وأن يصبحوا وأن يتحولوا من سلطة أمر واقع إلى سلطة شرعية يقر لهم المجتمع بأحقيتهم بالحكم، وبالتالي من هذا المنطلق فإن أي مبادرة سلام مع الحوثيين دون تغيير المعادلة القائمة على الأرض لا يمكن أن تفضي إلى سلام. من شروط السلام أن تتغير المعادلة الحالية. الآن المعادلة الحالية علقت اليمن ما بين وجعلتها لا سلم لا حرب لا حاسم الانتصار، وبالتالي أطراف كثيرة ساهمت بهذا المآل الذي لن يفضي إلى السلام، سواء أراد الحوثيون أم لم يريدون. يعني ولو افترضنا بحسن النية أن الحوثيون أعلنوا رغبتهم في السلام بشكل حقيقي، فالمعادلة الحالية بتدخل دول الخارجية إيران والإمارات والسعودية والدول الراعية لن تساعد الأطراف اليمنية بالوصول إلى السلام. أسأل ذات السؤال المشترك إلى ضيفتي الأستاذة سمية الثور الناشطة السياسية من فيينا، هي معنا من هناك. إذا سيدة سمية، إذا مؤخرا توالت الدعوات لضرورة فتح حوار مع جماعة الحوثي، بتقديرك هل يمكن التوصل بالفعل إلى اتفاق سلام مع الحوثيين؟ من وجهة نظري أن السلام هو الأساس في الحياة التي ينشدها الإنسان، فبالتالي بعد مرور 5 سنوات من الحرب وبعد فشل جميع الأطراف من وضع حد لهذه المأساة اليمنية، أرى أنه لابد أن تكون هناك تنازلات من الجميع، من الأطراف جميعا، لأنه أصبح اللاعب أو اللاعبين الإقليميين والدوليين هم المسيطرين الأكثر على القضية اليمنية. فبالتالي نحن كيمنيون
سواء كانت جماعة أنصار الله، سواء كانت الشرعية، أو يعني من يحاولون أن يزحزحوا هذه العملية السياسية وعملية السلم في اليمن، لابد أن تكون هناك تنازلات كبيرة من الجميع حتى نصل إلى هذا الهدف الأساسي، والذي أنا أعتبره هو القاعدة الأساسية التي يفترض أن نبني عليها. إذن أنت تقولي سيدة الثور أن هناك حاجة بسبب هذه التدخلات الخارجية ووضع اليمن أن يكون هناك اتفاق ما بين اليمنيين أنفسهم. أنقل هذه النقطة إليك دكتور فيصل، لأنك وضعتها نقطة في مصلحتك. السيدة الثور ترى أنها بالعكس هي دافع لأن يحدث السلام الآن حتى لا تزيد هذه التدخلات الخارجية، حتى يأخذ اليمنيون سيادتهم الكاملة على قرارهم الوطني. هي من السلام من منظور أخلاقي ومن منظور قانوني ومن منظور شعبي ومن منظور إنساني هو مطلب الجميع، لكن قلت أنا بأنه أطراف المعادلة الحالية في اليمن، إيران، الحوثيون، وتحالف الانقلاب في صنعاء، وكذلك الشرعية التي رهنت نفسها لدول التحالف، الدور المشبوه لدول التحالف في اليمن، الدور المشبوه للدول الراعية وتراخي الأمم المتحدة عن الجوانب القانونية والإنسانية في اليمن، هذه المعادلة قلت بأنها لا تفضي إلى سلام، لأنها منذ 2016 تحديدا عندما تجلت وانكشفت أهداف الأطراف الخارجية جعلت اليمن قلنا حالة معلقة سياسيا بين اللا حسم اللا حرب اللا حاسم اللا انتصار اللا انتصار. يعني لكن دكتور، لكن دكتور هذه الحالة للسلام ينبغي لكن دكتور هذه الحالة ليست الأولى، يعني لن تكون اليمن الدولة الوحيدة في التاريخ التي تشهد تدافعا أو تواجدا للمصالح الخارجية وللقوى الخارجية التي تريد أن تأخذ أو تؤمن مصالحها في نهاية المطاف. فهناك في نهاية المطاف دول شهدت حروبا وأصبح فيها اتفاق سلام ينهي هذا الحرب في نهاية المطاف، لماذا لا يمكن إسقاط ذلك على اليمن؟ لا، هو لو سمحت لي أن أكمل حديثي، قلت بأنه هناك معادلة أصبحت شبه ثابتة منعت اليمنيين من الانتقال إلى السلام الفعلي. حتما في كل حروب وفي كل تاريخ الأمم يحصل تغيير للمعادلة، لمعادلة الحالة، وبالتالي يتحقق السلام وفقا لهذا التغيير. دعني أشير إلى حالتين تاريخيتين في اليمن المعاصر. بعد الثورة في 1962 حصلت حرب 8 سنوات، وبالتالي حصل حالة من السلام لأنه تغيرت أطراف المعادلة، أي أن الداعمين الخارجيين وافقوا على أن ينهوا الحرب اليمنية. هناك ظروف تاريخية أجبرتهم على هذا القبول لأنها استنزفت الطرفين وهي مصر والسعودية. كذلك الأطراف اليمنية أنهكت، وبالتالي تغيرت أطراف المعادلة فقبلوا بالسلام، وبالتالي أدمج المتصارعون أنفسهم في حكومة واحدة واستمرت الحال حتى عام 94. 94 أيضا حصل سلام قسري عندما يكون هناك المعادلة تتغير بين قوي وضعيف، فالمنتصر هو اللي يفرض شروط السلام. نحن اليوم في اليمن وفقا لهذه الحالة ينبغي أن تتغير المعادلة، إما أن هناك طرف ينتصر على الآخر، أو أن الدول الخارجية المتحكمة بالمشهد تقر بعملية التحول إلى السلام بجدية، وبالتالي تلزم الأطراف التابعة لها في اليمن على أن يقبلوا هذا الحل. إلى اليوم لا يوجد أي مبادرات لا من الداخل ولا من الخارج، وكذلك من هو مرتهن للخارج لا تستطيع أن تتحدث عنه باعتباره صاحب قرار. فاليوم مثلا الشرعية والأحزاب اليمنية الموالية لها مخجلة في مواقفها، هي تقف مع دول التحالف التي تنتهك اليمن صباحا مساء وبشيء مخجل، وبالتالي هي مرتهنة في قرارها. الحوثيون مرتهنون مع مصالحهم الخاصة ومع إيران ومع الدول الراعية. يعني الحوثيون عندهم استعداد أن يبرموا سلام بحيث أن ينتصروا لأنفسهم ولحالتهم وأن يفرضوا شروطهم، وأن الاستطالة الزمنية في الصراع وبالضعف المصاحب للشرعية ودول التحالف يؤول لتحسين شروط التفاوض لصالح الحوثيين،
لكن الشعب اليمني في نهاية المطاف له موقف آخر، لن يظن الحوثيون بأنهم في آخر المطاف سينتصرون على الشعب، وهذه كارثة. الشعب إلى الآن متفرج لم يقل قوله. الشعب الآن متفرج لم يقل قوله، الشعب له موقف آخر سيدة الثور. إذن يعني جرب اليمنيون الحوثيين كما يبدو من حديث الدكتور فيصل، جربوهم كثيرا، لماذا الآن بات السلام ضروريا؟ يعني هل تغير جماعة الحوثي، أصبحت الآن أكثر قبولا لمسائل السلام وتعلمت الدروس وباتت يعني يمكن يعني حسن الظن فيها إن صح التعبير؟ يعني حسن الظن هذه نمسحها من القائمة الحالية تماما. يعني أنا لا أعتقد أن أحد من اليمنيين، وهذه هي المعضلة الكبيرة، يعني حتى عندما نقول أنه اليمنيون لم يقولوا كلمتهم إلى الآن، أعتقد أنه السبب الرئيسي أننا فقد يعني فقد الشعب الثقة تماما في السياسيين، في الشرعية، في جماعة الحوثي، في الأحزاب اليمنية. يعني فقدان الثقة في هذه القيادات السياسية برمتها هي أيضا سبب أنه التحرك الشعبي مفتت ومقسم، ويعني ليس هناك ما يجمع اليمنيين في الوقت الحالي. فبالتالي نحن يعني لسنا فقط أمام معضلة يعني سياسية أو معضلة عسكرية، نحن أيضا أمام معضلة اجتماعية. لذلك عندما نتحدث أنه لابد من السلام اليوم، لابد من فرض السلام على هذه الفئات، يعني أنا لا أتوقع أنه الآن بالذات بعد ما تحركات السعودية ويعني فرض أو محاولة التواصل السياسي مع جماعة أنصار الله، هذه التواصلات يعني ومحاولة خلق نوع من الاتفاق فيما بينها، يعني هذا يعطيك انطباع أنه لا يمكن أن تكون هناك تحركات أكثر من التي مضت. يعني بعد 5 سنين من تجربة التحالف، وأنا أعتبرها اليوم يعني وأعترف أنه كان من الأخطاء الجسيمة التي حصلت في اليمن هي تدخل التحالف، ولهذه المدة الطويلة التي أدت في الأخير إلى وجود هذه الحالة من اللا حرب ومن اللا سلم التي ذكرها الدكتور، وأنا أتفق معه تماما. وأعتقد أنه بسبب هذه الحالة آن الوقت أن اليمنيين هم من يصنعوا التغيير. يعني لا يعقل أن ننتظر لاتفاق سياسي خارجي داخلي ولم يكن هناك اتفاق داخلي داخلي. يعني أنا أتوقع أن هذا، لكن كيف يمكن على اليمنيين أكثر من المنطقة؟ سيدة سمية، كيف يمكن وفقا لهذه النوايا من قبل الأطراف، وأيضا وفقا لما يقول الدكتور فيصل على أنه يعني طبيعة الحوثيين، يعني هو في نهاية المطاف يقول إن طبيعتهم عنصرية، الفكرة المبنية عليها جماعة الحوثي عنصرية، كيف يمكن يعني إذا ما جئنا للأمور العملية على الواقع، كيف يمكن التعامل معهم؟ كيف يمكن إنشاء هذا السلام الذي تطلبينه؟ هذا السؤال يعني لا يمكن الإجابة عليه في مثل هذه الحلقة. يعني على الأقل خطوط عريضة، يعني أن الجميع يستغل مرجعيتها الفكرية أو مرجعيتها السياسية أو مرجعيتها العقائدية. هناك دائما استغلال لهذه الأشياء، خاصة عندما أرى أنها تخدم مصالحي السياسية، مصالحي الاجتماعية، عندما أستطيع أن أستخدم هذه الأمور لبناء قدراتي السياسية والعسكرية، بالتالي هذا يعني وضع طبيعي. لكن إذا ما كان هناك يعني إيجاد حلول، إيجاد قنوات جديدة مختلفة بين اليمنيين، وعدم الاعتماد على الوسائل القديمة، على الوسائل التي جربناها خلال 5 سنوات، يعني هناك أفكار كثيرة لا يمكن أن نتحدث عنها الآن، لكن هناك كثير من الأفكار وكثير من المبادرات، لكنها يعني لا زالت هناك خوف وتخوف من البداية بها. والدكتور يعرف أيضا كيف أن هناك قوى سياسية لها تحركات مختلفة تحاول أن تفتح قنوات أيضا مع الشرعية ومع الحوثيين، ولكنها إلى الآن لا زالت يعني تفشل إلى حد ما. فبالتالي أنا أعتقد يعني مهما وصلت
يعني هذه الجماعات من التي المواصفات التي تذكرونها، لكن في النهاية أنا أرى أنه هذا يمني، ولا بد أن نجد طريقة للتعايش مع بعض. قد يكون هذا الكلام كلام نظري وكلام أحلام، لكن في نهاية المطاف السعودية الإمارات هؤلاء جيران اليمن، نحن مجبرين للتعامل معهم، ولا يمكن أن يقوم سلام دون أن نجد طريقة للتعايش وللحياة وهم جيران. وكذلك الحوثي هو يمني في النهاية، يعني هل يعقل أننا نستطيع أن نتخلص سواء من الحوثي، من الإصلاحي، من المؤتمر، من أيا كانت القوى السياسية الموجودة في اليمن؟ لا يمكن التخلص منها فقط لأنه يعني نراها بهذه المنظور. أنا بالتأكيد هناك الكثير من الأشياء، لا يعني الاتفاقي مع هذه الجماعة أو عدم اتفاقي، لكني أرى الموضوع فعلا من ناحية أكبر، أنه إذا لم يكن لليمنيين اليوم سواء كانوا من جماعة الحوثي، سواء كانوا من جماعة الشرعية، من الإصلاح، من المؤتمر الاشتراكي، هذه قوة سياسية جميعا، إذا لم تجد مظلة طريق جديد لتخلق السلام فيما بينها، فصدقني أنه ما سيأتي سيكون أيضا ليس بأفضل مما مضى. الاتفاق الخارجي إذا حصل دون اتفاق داخلي بين اليمنيين، هذه أنا أعتبرها ستكون كارثة على اليمنيين جميعا، لأنه فعلا سيكون هناك انقسام كبير جدا في المصالح السياسية، ولا يمكن أن نصل بعدها إلى اتفاق بسلام وبسهولة. ما رأيك دكتور فيصل؟ لا أستطيع أدلي برأيي على أقوال الضيفة الكريمة، لكن أستطيع أن أترافع في الموضوع ببراهين مختلفة. السلام مع الحوثيين بأي معنى؟ من صنع الانقلاب هم الحوثيون، هل عندهم استعداد للتراجع على الانقلاب والعودة إلى طاولة الحوار لاستكمال الانتقال السياسي؟ طيب لكن في المقابل دكتور، من استولى على الدولة في المقابل هل يمكن؟ بس عندي الأفكار لم تفضل دكتور المعذرة. يعني أيوة، يعني هل يمكن بناء سلام مع الحوثيين وهم يمتلكون السلاح الذي يقهر الناس به؟ أنت لا تستطيع أن تصنع سلاما بدون تسوية الملعب، ينبغي أن يعود السلاح إلى الدولة، وأن تصبح الحوثيين حركة سياسية مثلها مثل أي حزب سياسي، وبالتالي من سيتعلل بأن هذه الأحزاب أيضا تسللت إلى الجيش، لكنها لا تمتلك هذا الجيش. الحوثيون يمتلكون السلاح الذي يقهرون به الناس وغير مستعدين للتفريط به، فهو من يتكئون عليه في استمرار التشبث بسلطتهم المطلقة وفق نظرية الحق الإلهي. هل عندهم استعداد أن يتخلوا عن نظرية الحق الإلهي ويخضعون لصناديق الانتخاب؟ يعني هناك مصاعب كبيرة أمامنا في التعاطي مع الحوثيين لأنهم لم يبدوا حسن النية. سأعطيك نموذج، نحن في هيئة السيادة كلفنا بعض الزملاء الأكاديميين في التواصل معهم لمدة شهر حول فتح المنافذ لتعز، وأقنعناهم إقناع تام ووضعناهم أمام الأمر الواقع بأنهم هم الخسراني من هذا الحصار، لأنهم يعني يبنون أحقادا تاريخية في نفوس الناس وكراهية لهم، وبالتالي لا يمكن التفاهم معهم بأي سلام. وبالتالي أوعدونا وهذا خارج وسائل الإعلام، أوعدونا بأنه سيستجيبون، وإذا بهم يقفلون الخطوط، ثم تنزلت لجنة مجتمعية أخرى برئاسة الدكتور العودي ووصل معهم إلى طريق مسدود، كانت هناك لجنة مجتمعية برئاسة عبد الكريم شيبان ووصلت معهم إلى طريق مسدود. يعني أنت تتعامل مع أناس يقتلك بدون مبرر، يحاصرك بدون مبرر، لكن دكتور يعني دكتور في هذا السياق خرافية. في هذا السياق ما الذي يمكن القيام فيه في نهاية المطاف؟ 5 أعوام من الحرب التي لم توصل اليمنيين إلا إلى المزيد من المآسي، البلد يتفكك، أنت ترى وتتحدث بنفسك عن الأطماع الخارجية التي يراها كثيرون أنها أخطر من الحوثيين في نهاية المطاف، أليست كل هذه الأمور سببا لإعادة النظر في الموقف من الحوثيين، لمحاولة يعني احتوائهم بشكل أو بآخر، محاولة إدخالهم إلى السياسة، إعطائهم، إغرائهم بالسياسة حتى يخرجوا من مسألة المواجهة المسلحة؟ نظريا
السلام يحتاج إلى شروط. السلام يمكن أن يقوم وفق إرادة طوعية من أطراف النزاع الداخلية، وعندك طرفين متقابلين وهو حركة الحوثيين والحكومة الشرعية. إلى الآن لا يوجد أي طرف لديه الاستعداد أن يبدي رغبته الحقيقية للسلام والانتقال إلى طاولة الحوار لاستكمال مخرجة الحوار الوطني، وليس للبحث عن آلية جديدة تنسف هذا المؤتمر، والحوثيون يريدون نسفها. رقم اثنين، السلام يحتاج إلى انتصار غالب ومغلوب، وهذه المعادلة أيضا معلقة نتيجة للتدخلات الخارجية التي أراد أن تبقى اليمن هكذا حتى يوضع اليد عليها. وبالتالي أنا قلت في بداية الحلقة بأنه هذه المعادلة لابد أن تتغير، هي ستتغير حتما، هي ستنهك اليمنيين إلى حين ستقع دول الخليج أو دول التحالف في مأزق التدخل في اليمن، وبالتالي سيأتي يوما تنسحب نتيجة للفشل الذريع. عندما تنسحب الأطراف الخارجية لأكثر من سبب، سيجد اليمنيون أنفسهم مواجهة دون تدخل خارجي. هنا سيفرض العقل السياسي نفسه عليهم إما بالانتصار أو بالرغبة الطوعية نحو السلام. ما هي الأشياء التي ستدفع الخارجي؟ الفكرة النظرية يعني إلى الآن غير محققة. حتى نكون يعني حتى يتضح الأمر بالنسبة للسادة المشاهدين، أنت تقول يجب أن يحدث تغير للمعادلة الحالية، ما هي الأشياء التي ستدفع نحو هذا التغير دكتور؟ نحن نرى من خلال 5 سنوات بأن الحرب تدخل دول التحالف في اليمن صار مستنقعا لهذه الدول، انكشفت عسكريا بأنها هشة وغير قادرة على الدفاع عن نفسها، كذلك أرهقت ميزانيتها المالية، وبالتالي هي لن تظل متدخلة إلى نهاية المطاف. هناك غضب شعبي ضد هذه الدول، يعني انتقلنا قلنا من 5 سنوات شكرا سلمان شكرا إمارات الخير إلى أنها دول احتلال، وأصبحنا في تماهي مع الحوثيين باعتبار هذه دول عدوان. هذه تغيرات. كذلك الشعب قلت لم يقل كلمته بعد، ما زال متفرجا لأن هناك أطراف فاشلة في تمثيله وهو ترك لها الأمر. هي ستأتي في يوم من الأيام إلى أن تنتهي أمراء الحرب، هؤلاء سيغيبون عن المسرح. تذكر بأنه في الصومال حدثت نفس المسار الموجود في اليمن، 10 سنوات من الحرب حتى انتهى أمراء الحرب من الساحة، وبالتالي خرج جيل جديد ليبني الصومال. وهذا هذه المعادلة ستفرض نفسها على الداخل وستفرض نفسها على فشل التدخل الخارجي. المعادلة السياسية الدولية، الصين، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، أيضا في الجانب الإقليمي إيران، تركيا، هذه كلها أيضا ستكون عامل لإضعاف الدور الخارجي نحو إقرار السلام أو الانسحاب من المشهد، وبالتالي سيجد اليمن أنفسهم في لحظة ما بأنهم وجها لوجه إما مع السلام برغبة أو الحرب الحاسمة بانتصار طرفين على طرف. وفي كلا الحالات سنذهب إلى سلام حقيقي، حتى لو انتصر الحوثيون على 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 الشرعية وذهبت الشرعية، فنحن سنذهب إلى سلام حقيقي بغض النظر عن المآل الكارثي الذي سيؤدي إلى انتفاضة شعبية رافضة للحكم الحوثيين بهذا المعنى السياسي، الحكم المطلق أو الحكم الكهنوتي. مع وضع الاعتبار لما تفضل به الدكتور فيصل، أسألك سيدة الثور، يعني من أسس أي اتفاق حقيقي للسلام هو تحقيق الشراكة الوطنية وتسليم السلاح، بناء سلطة قائمة على الأساس الاختيار الشعبي إلى آخره. كيف يمكن التوصل إلى اتفاق مثل هذا مع جماعة ترى أن الحق أو أن السلطة حق إلهي مكتسب لها كما يقول الدكتور فيصل في نهاية المطاف، أم أن هناك صيغة أخرى لديكم لهذا السلام؟ عندما نتكلم مثلا يعني كعنوان للحلقة عن اتفاق السويد ومرور عام على اتفاق السويد ولماذا فشل مثلا اتفاق السويد، يعني أنا هدخل للموضوع من زاوية مختلفة. الاتفاقيات مع أيا كان من يملك القوة على الأرض، يعني حتى الآن معنا اتفاق طازج، اتفاق الرياض، وهو مع ميليشيات مستحدثة في الجنوب لم يكن لها هذا الوجود وهذه القوة. أي اتفاقيات مع مثل هذه الجماعات لا تبنى على هذا الأساس، بالتأكيد هو اتفاق هش وضعيف بدون شك، لكن
برأيي يعني في وضع اليمن الحالي، في الوضع الإنساني الذي يمر فيها اليمن، والذي وصل إلى مستويات من الـ من الـ يعني الـ شيء لا يوصف، يعني إنسانيا ومن كل النواحي، صحيا اقتصاديا إنسانيا، أعتقد أن مثل هذه الاتفاقات وإن كانت هشة تعطي يعني مجال للعمل السياسي من جديد، تعطي مجال للعمل الإنساني من جديد، لوجود مؤسسات تمثل دولة وإن كانت ضعيفة. يعني هل نستطيع أن نقارن اليمن بالصومال؟ هل كمية التدخلات في اليمن تشبه تدخلات في الدول الأخرى؟ يعني نحن اليوم نرى في سوريا على سبيل المثال، وصلنا في بعد هذه الحروب والدمار وصلنا في الأخير إلى سلام مع رئيس الدولة، ويبحثون عن اتفاق مع الدولة الحالية والتي عاد العالم ليعترف بها من جديد. فبالتالي نحن نتكلم عن وضع أسوأ بكثير، نحن نتكلم عن يمن تشبه اللا دولة، يعني جماعة تحكم بسلطة الأمر الواقع في الشمال وحكومة تحكم في الجنوب معترف بها دوليا، لكن عمليا نحن نعرف أنها أضعف ما يكون. فبالتالي مؤشرات التغير الإقليمي تجاه خلق سلام حقيقي بين اليمنيين ضعيف جدا. فبالتالي أنا لازلت يعني أكرر أنه الدور دور اليمنيين، نحن دائما نتعامل مع هذه الامور يمكن بعاطفه يعني استحقاقات وهي صحيحه، لكن نتكلم عن الواقع الذي نعم دكتوره. اذا طيب اسال الدكتور فيصل الحذيفي دكتور فيصل، ما هو الفارق الان بين سلطه الحوثيين وبين السلطه الشرعيه؟ يعني وان كنا نتحدث في نهايه المطاف عن أن جماعة الحوثي لها مرجعية، تريد إمامة، تريد يعني فكرة عنصرية إلى آخره، لكن في نهاية المطاف كثيرون يقولون إنما هذه إلا شعارات ترفع في نهاية المطاف تحقيق غرض سياسي. في نهاية المطاف كل الحروب أو كثير من الحروب، بل حتى لنقل كل الحروب التي بنيت على أساس طائفي أو رفعت فيها شعارات طائفية كانت أغراضها الحقيقية أو التي أفضت إليها سياسية في نهاية المطاف. ما هو الفارق بين سلطة الحوثيين وبين السلطة الشرعية؟ أليس الطرفان يتشابهان في شرعنة التدخلات الخارجية، مصادرة حق الشعب بالسلطة أيضا، انتهاك السيادة، سرق أموال اليمنيين والفساد؟ كيف يمكن التصالح مع سلطة الشرعية ورفض سلطة الحوثيين؟ هو للأسف الوضع في اليمن مثير للغرابة. يعني أولا لا نستطيع المقارنة بين السلطتين. السلطة الحوثيين هي سلطة انقلابية وفرضت نفسها كسلطة أمر واقع، بينما السلطة الشرعية هي كانت نتاج توافق وطني تم الاستفتاء عليه، وبالتالي لها مرجعية قانونية ودستورية وقانون دولي. فبالتالي الفارق كبير. أيضا لا نستطيع أن نقتنع بأنه ما ترفعه الحوثية من شعارات طائفية هي مراوغة سياسية أبدا، هي حقيقة وتريد أن تثبتها على الأرض، كما هو حال حزب الله الذي ابتلع لبنان وهو المتحكم فيه، والآخرين مجرد أرجوز وغير قادرين على التخلص من حزب الله إلا إذا تغير النظام السياسي في إيران، إذا سقط الممول. وبالتالي الممول الإيراني للجماعة الشيعية والمذهبية يعني علاقة وفاء وعلاقة احترام وعلاقة ود، بينما الشرعية للأسف نفسها وكذلك أيضا الحوثيين سلطتهم على الأرض بوجودهم على الميدان. لكن نتكلم عن سلطة شرعية هي التي فرطت بالحقوق الشرعية الدستورية لليمنيين بفتح أبواب اليمن مشرعة لتدخل خارجي غير منضبط، وبالتالي ضعفها وإيكال أمرها كأنها غير راشدة لمن يمثلها في حسم النزاع في اليمن، جعلها بهذا الضعف تقوي من رصيد الحوثيين شعبيا. اليوم المواطن اليمني حتى في مناطق الشرعية ينظرون بغضب شديد
ضد الشرعية التي هم اختاروها لأنها خذلتهم، بينما ينظرون بنوع من التشفي لما تقوم به جماعة الحوثي ضد السعودية والتهديدات التي يمكن أن تؤلمها. يعني في علاقة، يعني هل باتت هناك مساحة مشتركة أكبر من أي وقت مضى الآن؟ هل هناك مساحة مشتركة أكثر من أي وقت مضى؟ المساحة دائما غير موجودة. فقط قلنا بأن المعادلة إذا تغيرت على الأقل هذه المعادلة دكتور، يعني في نهاية المطاف أنت تعلم نفسها. دكتور أنت تعلم في نهاية المطاف في السياسة ليس هناك من يعني حليف دائم وليس هناك عدو دائم. كان هناك عدو هو جماعة الحوثيين، الآن أنت تقول أن هناك مساحة مشتركة، يعني هناك تشفي كما تقول أنت من قبل كثيرين بما يفعله الحوثيون بالسعودية. إذن هذا يفهم على أن هناك بات مساحة مشتركة، هناك عدو مشترك على الأقل كما يوحي كلامك. اسمح لي، أي صراعات بهذا العنف المشابه لليمن عادة يكون الذهاب إلى السلم أو حله سهلا، لأن الأطراف غير مؤدلجة، وإن كانت لها أيديولوجيات سياسية فهي لا تبتلع الفرد ولا تستحمره. نحن عندنا أيديولوجية مذهبية ترى بأنها صاحبة السلطة من القرن الثالث الهجري، وأن ثورة 26 سبتمبر هي انقلابا، بينما ثورة 26 سبتمبر هي التي أخرجت اليمن إلى النور، من العصور المظلمة إلى النور. وبالتالي هؤلاء الناس لا يمكن التفاهم معهم، لم يبدوا حسن النية. الحوثيون لا يتصرفون كرجال دولة، كرجال قانون، كما من منظور إنساني. كانوا قادرين على حكم اليمن وإزاحة الشرعية إذا اعتمدوا فقط الجانب القانوني، دون اعتداء، دون اختطاف، دون تفجير، دون قهر، دون سجن، دون تعذيب، يعني دون اكتساح للمجتمع. اليوم صنعاء إذا تسللت إليها كصحفي ينظر إليها هي تعيش الأمن الظاهري الكاذب، لكن الحقيقة الناس مقهورين، الناس الجوع والفقر في وجوههم، الخوف والذل يرعبهم. هذه ليست حالة دائمة ولن تكون مستدامة. المعادلة الذي ممكن يقلب الحالة في اليمن إلى السلام أن تتغير موقف الشرعية، أن يذهب عبد الرب منصور أو يرفضه الناس، لأنه الشعب اليوم قلت بأنه لم يقل كلمته بعد. اليوم مطلوب من تيار من تيار 11 فبراير أن يتولى زمام المبادرة كتيار عريض يتجاوز الأحزاب ويتجاوز الشرعية لكي يستعيد الثورة من جديد. أكبر خطأ لتيار ثورة فبراير أنه أوكل إلى أحزاب اللقاء المشترك أن تمثله في حل غير سوي، أدى إلى كارثة. سمحت للنظام الحاكم الذي ثار عليه الناس لأن يكون شريكا في الحكم، بينما ينظر تجربة السودان رفضت أن يكون الحكم النظام السابق في الحكم. انظر لتجربة الجزائر اليوم الذي أوصلت الثورة السلمية فيه رجل من خارج النظام، وإذا في تغيير سلمي وبنجاح. وبالتالي الناس تعلموا من أخطائنا، لكن نحن للأسف لم نتعلم من أخطائنا. اليوم تيار ثورة 11 فبراير هم الضمير المنتظر للشعب اليمني، لأن الشعب اليمني لا بد له من ممثل. هم الضمير أم أخلاقي. هم السلطة دكتور؟ لا للتوضيح دكتور، أحزاب السلطة. أن تقول هم الضمير، هم يقولون أنهم كانوا الضمير في لحظة من اللحظات. هل هم الضمير أم يجب عليهم الفعل السلطة؟ إلى الآن كل تيار 11 فبراير هو مقصي، ومن أخذوه من رموز هؤلاء فقط لتزيين السلطة. تم محاصصة السلطة بالتقاسم بين السلطة وأحزاب اللقاء المشترك. يعني تقصد أن عليهم المبادرة والشعب اليمني الآن قلت متفرج، تقصد عليهم المبادرة والدخول إلى المعترك السياسي والحكم، هذا ما تقصده؟ لا، المبادرة الدخول إلى معترك الثورة. اليوم الحل في اليمن من إحدى زواياه هو إعادة تأسيس ثورة شعبية سلمية وعسكرية تتجاوز هذه المعادلة.
كيف نسمح لدول جاءت لتعيننا لتصبح دول محتلة تمزقنا؟ كيف نسمح لدول جاءت لتعيد الشرعية وإذا بها تهدم الشرعية وتدمر الإرادة العامة والإرادة الشرعية؟ كيف نسمح لقوى انقلابية لتفرض علينا سلطة الأمر الواقع؟ عليهم الحوثيون لن يقبلوا بسلام إلا أن يكونوا حكاما علينا. هل هذا ما نريده من سلام؟ أنا قلت في نهاية الأمر إذا انسحبت هذه الدول من المشهد، نعم دكتور، وإذا تخلت سيتواجه اليمنيون وسيظهر الشعب اليمني باعتباره هو الكتلة القوية التي سيفرض حضوره. أما الأحزاب فقد انكشفت مثلها، مثل الرئيس هادي. الرئيس هادي والأحزاب الموالية له للأسف اليوم تعمل لعون الأجنتات الدولية ضد المصالح اليمنية، صار مكشوفا. مهما كان هذا المواقع كانت وراء هذه المواقف من الألاعب السياسية، فإن التضحية بالمصالح الوطنية بهذا القبح وبهذا الانحراف الأخلاقي غير مقبول. السيدة سمية، يعني ما يطرحه الدكتور أريد رأيك فيه بشكل يعني واضح. يعني هو الدكتور يتحدث المطلوب من تيار فبراير المبادرة، يتحدث عن ثورة شعبية سلمية وعسكرية أيضا، ما رأيك بهذه النقاط؟ يعني في الحقيقة هذا الكلام خطر لي في 2017، يعني بعد أن رأينا كيف انحرف مسار التحالف، وفعلا بدأت يعني حاولنا نتواصل نجس نبض الشباب يعني الشعور الثوري وإلى آخره، لكن هذا الكلام للأسف يعني نعرف في اليمن، بالذات في اليمن، كيف أنه إلى اليوم لا زال الاتهام موجه لهذه الفئة من المجتمع التي شاركت في فبراير. الانقسام السياسي الحاصل الآن، يعني حتى من شباب فبراير أنفسهم تحول كثير منهم إما مع هذه الفئة وإما مع فئة أخرى، فبالتالي جمع هذا المجتمع من جديد في ظل هذا المستوى التي وصل فيها اليمنيين في داخل اليمن، يعني لا أدري كيف يمكن أن نخطط له أو نفكر فيه. الثورة التي نحتاج إليها هي أعتقد يعني كما ذكر، وهي نقطة مهمة، هي ثورة الشباب من داخل الأحزاب، من داخل الجماعات، من داخل الحكومة، التي فعلا لا زال عندهم هذا الشعور بثورة فبراير أو هذا النفس. لا ننسى أيضا أن فئة كبيرة من الثوار أو من الشباب يعني اضطروا إلى ترك اليمن، فبالتالي أنا أعتقد المعادلة تغيرت كثيرا داخل اليمن وخارج اليمن. لا أعتقد أنه يمكن الحديث عن ثورة بنفس المستوى، ولكن هذه يعني لا زال الشعب يحتاج إلى وقت أعتقد أن يفكر بهذا الفكرة، وقد تكون يوما هي الحل الوحيد. أنا لا أنكر ذلك وأتوقع ذلك، لكن في الوقت الحالي أعتقد أن اليمن بحاجة إلى حل يعني أكثر عمقا. لكن سيدة الثوري، يعني في نهاية المطاف علي عبد الله صالح كان متصالحا مع جماعة الحوثيين، ألم يكن كذلك؟ يعني في نهاية المطاف لم تقبل به هذه الجماعة وقتلت، وما بقي من أنصاره يعني ترين حالتهم الآن في يعني في مناطق سيطرتها. هل هذا هو النموذج المطروح للسلام مع الحوثيين أو التصالح مع الحوثيين؟ أنا أعتقد أنه عندما يتم حشر فئة معينة طبعا وإن كانت بهذه القوة، يعني نحن نتكلم الآن عن أسس وبناء أساس للسلام، يعني كان من أهداف اتفاق السويد، كان من أهدافه بناء الثقة. بناء الثقة طبعا ليس بخطوات جريفيث اللي يعني مشى بها في هذا الاتفاق، وليس بخطوات الأمم المتحدة التي أثبتت فشلها الذريع في أكثر من دولة إلى الآن لم تستطع إحلال أي سلام فيها. وهذا يعني يعطينا انطباع أنه لابد أن يأتي الحل من الداخل، لابد أن يأتي الحل من أصحاب الشأن ذاتهم. فبالتالي
لا يمكنني أن أحدد فقط كيف تعاملت اليوم مع هذه الجماعة أو كيف تعاملت اليوم مع هذه الفئة. يعني نحن نعرف أنه في بداية سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء وكيف تحالفت مع علي صالح، نحن نعرف أن يعني كثير من هذه الانتقامات أصلا بدأت بسبب علي عبد الله صالح وبسبب عداوته الشديدة لكل من شارك في ثورة فبراير. فبالتالي هذا الإرث الذي أخذه الحوثيين والعذر الذي يتخذه إلى اليوم أنه في حالة حرب وأنه لابد أن يحكم بالحديد والنار وأنه لابد أن يفعل كذا وكذا بالشعب، هي أيضا أحد أسبابها هي وجود التحالف ووجود الحرب التي ليست حرب وليست سلم. فبالتالي يعني المعادلة مختلفة تماما وتحتاج إلى يعني تفكير مختلف، يعني نخرج من الإطار التي رسم لليمن ورسم الحل لها ونفكر خارج الصندوق كما يقال. دكتور فيصل، في نهاية المطاف يعني أنت تتحدث أنه نعم الحوار اليمني اليمني. نعم دكتور، دكتور فيصل، يعني في نهاية المطاف أنت تتحدث عن نوع من المبادرة لتيار فبراير، يعني ما هي ملامح ذلك؟ ما هو المطلوب بالضبط؟ وما الذي لم يفعل من قبل؟ يعني في نهاية المطاف أن تقول يعني هذا التيار لو لم يكن يعني لو كان بيده الفعل لماذا لم يفعل إلى الآن؟ يعني في نهاية المطاف ما الذي يعجز عنه؟ برأيك ما الذي يحتاج القيام به حتى يكون فاعلا بالشكل الذي تريده؟ أنا قلت بأنه الشعب ما زال غائبا باعتبار أن هناك من يلعب في مسرح اليمن ولم يتح للشعب الظهور، وتيار 11 فبراير لن يستطيع أن يلتقط اللحظة الحقيقية إلا إذا وصل الغضب الشعبي إلى الحد الذي يسمح له بالتقاط اللحظة التاريخية. اليوم الغضب الشعبي ما زال متصاعد ويغلي دون علن. تصور أنت من خلال 5 سنوات قلنا شكرا سلمان، شكرا إمارة الخير، الآن غضب شعبي ضد هذه، كنا نقول هادي هو الزعيم الذي أنقذ اليمن، اليوم أصبح يتهم بالخيانة، وكذلك الأحزاب الموانية له أصبحت تتهم بالخيانة، وغدا سيتصاعد الغضب الشعبي ليكنس هؤلاء، حينها سيكون ثوار 11 فبراير ليسوا فقط هم من كانوا في الساحات، ولكن أيضا من يحمل نفس الفكرة، من يحمل نفس الهدف، من يحمل فكرة الحرية، فكرة التنوير، فكرة رفض العبودية. يعني عندما نتكلم عن السلام للحقيقة، السلام قلنا ممكن يتحقق في اليمن في 3 طرق وأعيدها، قلنا سلام طوعي وهذا يقتضي أن يرجع المرتكبون للخطأ عن خطئهم، هل سيرجع الحوثيون عن الانقلاب وعن استخدام الدم وعن العودة إلى مخرجات انتقال السلمي بمخرجات الحوار الوطني؟ وهناك عندنا سلام المتغلب، عندما إذا ترك اليمنيون لبحدهم وتنسحب الدول المتدخلة أكيد هناك ستحصل معارك تؤدي إلى انتصار يميل إليه الشعب وهي الإرادة الشعبية، فالحوثيون لا يمثلون الإرادة الشعبية، فالإرادة الشعبية هي تقوم على الحرية وليس على القهر. وهناك ما يسمى ممكن نصل إلى سلام متخيل، وهو السلام بالتغلب السياسي، أي أن الدول المتدخلة خارجيا ستصنع سلاما هشا تجبر الأطراف على القبول به، ولكن ستظل الحرب مؤجلة وسننتقل إلى جيل جديد من الحرب. اليوم وضعوا لنا ألغام، تصور بأنه الساحل الغربي كامل في الحديدة وتعز أتوا بجنوبيين ليحرروا، حتى إذا أعلن الانفصال يصبح هذا الساحل يعني من حقوق الجنوبيين، وبالتالي فتحوا لنا حروبا غير عادية، فتحوا لنا ثغرات غير عادية. إذن هم أتوا ليزرعوا الفتن اليمن إلى ما لا نهاية. اليوم العقلاء في الشمال والجنوب في تيار فبراير في لدى الفرد الواعي، نعم دكتور، سيأتي يوما ليتحصحص الحق حتى نجد طريقة للخروج من هذا النفق. لكل هؤلاء الذين يعني يعانون في اليمن والذين جربوا الحوثيين و يعني أساليبهم وسيطرتهم في مناطق سيطرتهم سيدة ثور، يعني ما الذي تعتقدين، يعني كيف يمكن، ما الذي تقولينه لهم سيدة الثور فيما يتعلق بأن يعني كيف يمكن أن تراضيهم
في سياق أنه لابد من تحقيق سلام مع الحوثيين في هذه اللحظة؟ سؤال معقد، لأنه لا يمكن أن أضع نفسي مكان أي شخص في اليمن عانى من أي جماعة كانت، من أي فئة سياسية كانت. الجميع في اليمن عانى من الوضع العسكري، من الوضع السياسي، من الحرب، من كل النواحي. فبالتالي أصبحت الاستحقاقات كثيرة، ليس فقط في الشمال ولكن في اليمن برمته. يعني اليوم إذا لم نستطع أن نتحد على كلمة واحدة، فأعتقد يعني لو فتحنا مثل هذا النقاش أن احنا يعني سندخل في انتقامات وثارات اجتماعية وكبيرة جدا، وصعب أن أتخيل ما الذي يمكن يحدث. يعني نحن اليوم وفي هذه الحرب، غير الموت الذي يحصل بسبب الحرب، نعرف كم الانتهاكات الإنسانية التي تحصل بسبب القتل الخارج القانون، بسبب الاغتصابات، الاختطافات. يعني نحن نتحدث عن حالة من عدم الأمان وعدم يعني الأمان للإنسان، سواء كان في هذا الجانب أو في الجانب الآخر. فبالتالي لا يمكنني أن أتحدث أو أقنع أحدا بهذا الكلام. أنا أعتقد وأؤمن أن اليمنيين إذا ما يعني أراد أن تكون له هو الكلمة، وأراد أن يكون الحل بيده، وعندما يعني الدكتور فيصل تكلم عن ذكر كلمة مهمة وهي الإرادة، يعني لدى الجميع في أن تتحد هذه الفئات جميعا. عندما نرى فعلا أنه لم يعد أحد، يعني في نهاية المطاف لا يمكن للدول الداعمة الخارجية أن، وربما على الجميع أن يعي أنه ما بات بالإمكان أن يحققوا من مصالح إلا بهذا السلام الذي يضمن لليمنيين الرفاه والأمان. أشكرك جزيل الشكر الناشطة السياسية أستاذة سمية ثور، كنت معنا عبر السكايب من فيينا، وكذا دكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.